يعطيكم العافية يا رابع. اليوم راح نبدأ بحل تدريبات درس وحدات قياس الزمن. طبعا حكينا يا مس عن وحدات قياس الزمن، كل سنة فيها 12 شهر، كل شهر فيه 4 أسابيع، والأسابيع فيها 7 أيام، والأيام فيها 24 ساعة، و60 دقيقة في كل ساعة، و60 ثانية في كل دقيقة. طيب هلأ نبدأ يا مس في حل التدريبات. أحول كل مما يأتي للوحدة المبينة أمامنا. 3 سنوات كم شهر فيها؟ هلا احنا هون شو بنحكي يا مس؟ بننزل الثلاثة، هي اخذنا الثلاثة هون، من سنة الى شهر بدنا نضرب، لانه من الكبير الى الصغير في عنا عملية ضرب. طب السنة الواحدة كم شهر فيها؟ بناء على الدرجة اللي اعطيتكم اياها فيها 12 شهر. اذا بتيجي بتحكي لي يا مس 3 في 12 هي عبارة عن 36 شهر، اذا بتقول لي هون 36 شهر. سؤال 2، 5 ايام تساوي، هلأ بدي من يوم إلى ساعة، على طول بتحول لي 5 أيام بدي أحولها إلى ساعة، مننزل الخمسة، من يوم إلى ساعة شو فيها كل يوم كم ساعة؟ في 24، إذا بدنا نضرب في 24، 5 في 4 20، 5 في 2 10 و2 12، إذا عندنا 120 ساعة، إذا رح يطلع معنا 120 ساعة. 36 أسبوع كم شهر؟ حلو، هلأ عنا هون من الصغير للكبير في عنا عملية قسمة. 36 أسبوع من أسبوع إلى شهر يا مس بدنا نقسم على 4، مش حكينا الشهر في 4 والأسبوع كمان من أسبوع لشهر بنقسم على 4. إذا بتيجي بتقول لي هون 36 تقسيم 4، حكيت لك يا بتستخدم القسمة بهذا الشكل أو بتستخدم القسمة العادية. طيب 36 تقسيم 4، 4 ضرب شو بيعطيني 36 اللي هي 9، إذا 36 أسبوع هي عبارة عن 9 أشهر. 9 دقائق تساوي ثانية، هلأ من دقيقة إلى ثانية من نضرب، يعني 9 ضرب. طيب كل دقيقة كم ثانية فيها؟ 60. هلأ بدك تيجي تحكي لي يا مس 60 ضرب 9، أول شغلة منطلع الصفر برا، طلع الصفر برا. 6 في 9 هي عبارة عن 54، إذا 540 ثانية. 480 دقيقة كم ساعة فيها؟ من دقائق يا مس إلى ساعات، من الصغير للكبير بنعمل عملية قسمة. 480، هلأ كل دقيقة كل ساعة كم دقيقة فيها؟ فيها 60. هلأ رجعنا على الدرج، هاي الدرج لو رجيت أرسم لك إياه، هون عندي سنة، هون في عندي شهر، هون أنا عندي أسبوع، بعد الأسبوع عندي أيام، بعدين ساعات، بعدين عندي دقائق، بعد الدقائق عندي ثواني. طيب هلأ أنا عندي من دقيقة إلى ساعة، هيا هون بناء بين السنة فيها 12 شهر، وهون عندي 4 أسابيع، 24 ساعة في اليوم، عندي باليوم في عندك، عفوا الأسبوع في عندك 7 أيام، عندي 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. هلا انا بدي من دقيقه الى ساعه، هيا يا مس من دقيقه طالعه على الساعه، يعني بدي اقسم يا مس على 60. طيب عمليه القسمه، صفر مع صفر بروح، بضل عندك 48 تقسيم 6، شو العدد اللي بضرب في 6 بيعطيني 48 اللي هي 8. اذا 480 دقيقه هي عباره عن 8 ساعات. 35 اسبوع كم يوم في؟ من اسبوع الى يوم نضرب في 7، بحكي 35 عملية ضرب، من الكبير للصغير فورا عملية ضرب. هلأ الأسبوع كم يوم فيه بناء على الدرج؟ فيه 7 أيام، يلا 7 في 5 اللي هي عبارة عن 35 عفوا. طيب 7 في 3 21، و3 هي عبارة عن 24، إذا 7 في 5 35، 7 في 3 21، و3 24، 245 يوم. 72 شهر كم سنة فيه؟ هلأ من شهر إلى سنة، من الصغير للكبير فورا عندنا عملية قسمة. طيب الشهور والسنوات شو في بيناتهم؟ بيناتهم 12، كل سنة فيها عبارة عن 12 شهر. طيب هلأ بنيجي يمس نحكي لك 72 تقسيم 12، يلا نعملها على جنب هون، 72 قسم لي إياها على 12. لو جيت حكيت 5، 5 في 12، 5 في 2 اللي هي 10، 5 في 1 5 و1 6، إجت معي 60. طيب لو حطيت 6 هون عشان أتأكد إذا بقدر أختار 6 ولا لا، 6 في 2 12،
وستة في واحد، ستة وواحد سبعة. إذا الخيار الأصح اللي أنا أختار فيها ستة. طيب ستة في 12 اللي هي 72، 72 ناقص 72 صفر. إذا 72 شهر هي عبارة عن 6 سنوات. استخدم هون القسمة. 420 ثانية كم تساوي بالدقائق؟ هلأ من ثواني إلى دقائق نستخدم عملية قسمة. كم في دقيقة كم ثانية فيها؟ 60. إذا لازم نقسم على 60، الصفر بيروح مع الصفر. 42 تقسيم 6، شو العدد اللي بضربه في 6 بيعطيني 42 يا مس؟ اللي هي 7، 7 في 6 42، إذا عندي 7 دقائق. سؤال 9، يتكون شهر آذار من 31 يوم، كم عدد ساعات شهر آذار؟ هلا أنا عندي 31 يوم، بدك تحول يا مس من 31 يوم إلى ساعة. بنزل ال 31، هلا من يوم إلى ساعة بدك تضرب في 24. عملية ضرب لأربعة وعشرين. يلا نضربها على جنب اللي هون. رح أجيب الورقة اللي هون، رح أحكي 31 ضرب 24، 4 في 1 4، 4 في 3 12، الصفر موجود، 2 في 1 2، 2 في 3 6، نجمع 4 2 زائد 2 4، 1 زائد 6 7. إذا 744 ساعة. إذا بتحكي لي 744 ساعة. استغرق خالد 30 ساعة في دهان منزله، كم دقيقة استغرق؟ طيب هلا أنا بدي أحول من 30 ساعة إلى دقيقة. بنزل 30 من ساعة إلى دقيقة، بنضرب يا مس في 60. الصفرين بيطلعوا معنا بالضرب، 6 في 3 18، 1800 دقيقة. إذا استغرق خالد 1800 دقيقة. خرجت أسرة في رحلة من عمان إلى العقبة بالسيارة، إذا أمضت، طلعوا لي هون، أمضت الأسرة 15 دقيقة في تعبئة السيارة، مضت 15 دقيقة في تعبئة السيارة بالوقود، و35 دقيقة لشراء الماء والطعام، زائد و يعني بتدل عنا إنه عملية جمع، وراحت أخذت 35 دقيقة لشراء الماء والطعام، وأربع ساعات يعني كمان حطت 4 ساعات في الطريق. كم دقيقة استغرق السفر من عمان إلى العقبة؟ بسألني بالدقائق، بده الجواب بالدقائق. هلا أنا عندي هون 15 دقيقة و35 دقيقة، أجمع لي إياهم 35، 45، 50 دقيقة، هدول التنتين عبارة عن 50 دقيقة. طيب زائد 4 ساعات. هلأ هون أنه إحنا نجمع أو نقارن والساعات مختلفة، الوحدات مختلفة، ما بيصير، دائما لازم يكون عندك نفس الوحدات بالمقارنة والجمع. هلأ هون تحكي لي يا مس خلينا نمسك الساعة ونحولها إلى دقائق، من ساعة إلى دقيقة، خلينا نحولها هون على جنب، بنزل الأربعة لنضرب في 60، بنزل الصفر، 6 في 4 24، إذا 240 دقيقة. يلا نجمعهم مع بعض، الأربع ساعات هي عبارة عن 240 دقيقة زائد 50 دقيقة. طيب 240 زائد 50 290 دقيقة، هي عبارة عن فترة أو المدة اللي استغرقوها هي عبارة عن 290 دقيقة. سؤال 12، قطعت البطة والدجاجة المسافة نفسها خلال الزمن الموضح أسفل كل منهما، أيهما أسرع؟ ما زال قايل لك أيهما أسرع، بدك تقارن. اتطلع هون البطة والدجاجة، في عندك 130 دقيقة للبطة وساعتين للدجاجة، هيك مقارنة بيصير يا مس؟ طبعا لا، حكيت لك بالسؤال اللي قبله لما بدك تقارن لازم يكون عندك نفس الوحدة، دقيقة دقيقة أو ساعة بساعة، صح؟ طيب لو جينا ناخذ الساعة ونحولها إلى دقائق، يلا ناخذ 2 ساعة، بدي أعرف كم دقيقة فيها، بنزل الاثنين، من ساعة إلى دقيقة بنضرب مس في 60، 60 في 2 120 دقيقة. هاي مين؟ الدجاجة. إذا الدجاجة هي عبارة عن 120 دقيقة. طيب والبطة 130، مين الأسرع برأيك؟ أكيد البطة هي عبارة عن الأسرع لأنه 130 أكبر، إذا هي عبارة عن أسرع. لحد هيك أنا بكتب في حل تدريبات الدرس، بضل عليكم يا مس واجب سؤال 13 وسؤال 14. يعطيكم ألف عافية يا رابع.